أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة من الشورى. سألنا الله سبحانه أن يبارك في الجهود ويجعلها خالصة لوجه الكريم، شافي لمجلسكم ما قام به من أعمال وما اتخذه من قرارات. لقد قامت دولتكم أن تتبرع سنة رسوله الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديها، وشهدت من تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع.